السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتحدث عن الـ Identity، بس هناخد ترتيب جديد. هنبدأ Getting Start، وبعدين نكمل المحاضرة التفصيلية الخاصة بالـ Identity، حيتم ترتيبها إن شاء الله على كل بنار بشكل الصحيح. اليوم حناخذ الفاندمنتالز والمفاهيم والاعدادات الخاصه بالايدنتيتي، وبعدين نكمل باقي الديتيل. الايدنتيتي كما نعلم ان هي عباره عن فريم ورك، عباره عن اي بي اي مقدمه من مايكروسوفت، ووظيفتها تعمل مانج يوزر ان اس بي دوت نت ابلكيشن. في الشطر الحالية هنشوف البروسيس اللي باختصار هنستخدمها في عملية الـ Applying Identity في المشروع الخاص بنا من خلال تطبيق بسيط خاص بـ Administrations، وكيف هنتعرف هنعمل كيف Users، ونتعرف كيف نعمل Class، ونتعرف نعمل Controller، ونعمل الـ Configuration اللازمة حتى يكون في عندي داتابيز خاصة بالIdentity وما يلزمها من configuration في الـ ASP Network Identity Framework، واللي هي مرتبطة مع Sample Application اللي بين ايدينا. اذا هناخد اليوم موضوع بشكل متكامل من ناحية داتابيز، من ناحية مفاهيم، من ناحية configuration خاصة بالIdentity. طبعا احنا بنحكي عن individual users account مخزنة في database، ولكن الـ identity كمان تعمل handling للـ active directory، اللي هي لما يكون اليوزر عضو في مؤسسة وله يوزر نيم وباسورد. اذا بيكون عندي الـ configuration الخاصة بالـ users والباسورد بيكون عبارة عن جزء من الـ active directory اللي هي المانجمنت الخاصة بالـ local network، وبيكون الارتباط الايدنتيتي. احنا خلال المادة هنتعرف على الانديفيديوال يوزر واللي هنخزنها في داخل داتابيز، ويكون عندنا علم انه الايدنتيتي لها كذلك تكامل مع الاكونتس الموجودة في الاكتيف دايركتوري. الملاحظ او احنا عشان نطبق هذا الكلام لازم كنا انستولد لللوكال دي بي من مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر، واللي هي حتساعدني في عمليه الانستول لها. واحنا عشان نتمم هذا الكلام بحاجه انه يكون عندي اللوكال داتابيز اللي موجوده المتوفره من مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر اكسبريس 2016 اور ابوف حسب المشروع، حسب الماده اللي بين ايدينا. المينيمم ريكويرمنت تكون عندي SQL Server Express 2016 Local DB فما فوق، لكن للتوحيد هنستخدم اللي هي Version 2016. ناخذ المصطلح العام تبعنا، هنتعرف شو هي المادة اللي بنحكي من ايدينا. What is it؟ اللي هي ASP.NET Core Identity عبارة عن API for managing user and store user data في repository. المثال عليها اللي هي relational database through entity framework. إذا باختصار عبارة عن API بتساعدني على عملية management للusers ونخزنها في database وليكن SQL Server database من خلال entity framework. إذا هذا هو باختصار عبارة عن وسيلة بتساعدني في إتمام العمليات الخاصة بالIdentity. شو الفائدة منها؟ هتساعدني بالتالي User Management، طبعا هذا شيء Important Feature في لأغلب الابليكيشنز اللي بما فيها اللي هي ASP.NET Core Identity Provider، واللي هتساعدني اللي هي عبارة عن Framework اللي هي ويل تيستد وجاهزة في عملية الاستخدام، وفي منها ممكن نعمل كريشن كاستم فيرجن للكون ديماند فانكشنز.
كيف نعم بتتم عملية الاستخدام؟ الـ Identity عبارة عن اللي هي Services والذي تعمل كـ Middleware added من تتم عليه الإضافة قبل Startup Class through Classes that act bridge between application وبين Identity function. إذا عبارة عن Middleware عبارة عن وسيط ما بين الايدنتيتي وما بين اللي هي الابلكيشن اللي احنا نعمل اللي بنعمل له سكيورتي من خلال الايدنتيتي. اذا هي عباره عن وسيط لا يمكن الوصول الى الابلكيشن الا من خلال اللي هي الايدنتيتي بعد اتمام عمليات الربط. اذا بيتم تشغيلها في الستارت اب وهي عباره عن بريدج عباره عن جسر ما بين الابلكيشن وما بين اللي هي الايدنتيتي functionality. هل هناك pitfalls و limitations؟ Microsoft has component اللي هي طبعا كما نعلم ان هي تميز لل inflexibility of earlier ASP.NET. طبعا هناك نوع من التعقيد وليس بنفس درجة الفلكسبيليتي الخاصة بالـ ASP .NET User Management API اللي كانت سابقا making identity so flexible so configurable that can be challenge figuring out what possible and what happen you need. وإذا كذلك نحتاج إلى اللي complex system configuration. هل هناك alternatives لل identity؟ ممكن باختصار نقوم بعملية تطبيق API خاصة بنا ولكن بحاجة إلى عمل كبير عشان وإفورتس كبيرة في عملية كريشن للسكيورتي والتحديات التي تطرأ عليها. باختصار هنقول التالي خلال الشابتر الحالي هنقول التالي هنعرض مجموعة من المشاكل ونشوف كيف حلها باستخدام الايدنتيتي. المشكلة الأولى اللي احنا بدنا نحاول نحلها اللي هي add identity to the project. الحل add middleware for ASP.NET added core entity framework. بعدين نعمل creating ل user class. بعدين نعمل creating ل data context class. بعدين نعمل creating database migration. إذا هاي الأشياء اللي أنا بلزمني بركبها على إنها middleware وبعدين بقوم باستخدام identity وبعمل classes التالية class خاص اليوزر كلاس خاص بالداتابيز وكلاس خاص بالكريشن للداتابيز ميجريشن. عشان عندي مشكلة تانية بدي اعمل ريد يوزر داتا بدي اشوف مين هم اليوزرز اللي عندي اعملها ريدينج اشوف مين كرنت يوزر اشوف مين ما هي البرميشنز الممنوحة لليوزر. اذا باختصار استخدم كويري ايدنتيتي داتابيز من خلال context class بعمل query المناسبة في داخل context class. المشكلة الثانية اللي احنا بنواجهها اللي هي creating user account. باختصار بعمل calling user manager dot create async method change the default password policy. كذلك نعمل set password option في startup
كلاس. المشكلة اللي بعدها عمل implement custom password validation. إذا ما علي إلا عمل implement I password validator interface or subclass from password valid validator class عشان أعمل customizing للباسورد. بروح بعمل inheritance بعمل implementation للinterface class اللي هو password validation وبعمل التعديلات المناسبة لأنه هناك مجموعة من الرولز الخاصة في الباسورد وأنا إذا بدي أعمل customize إلها بدي أزودها بدي أقصها بدي أضيف complexity بدي أشيل complexity معينة بدي أضيف شروط معينة بدي أنقص شروط معينة ما علي إني أعمل implementation ل الاي باسورد فاليديتور كلاس وأعمل التعديلات المناسبة. المشكلة اللي بعدها change account policy validator policy نفس الشيء بروح بعمل setting the user option في الستارتاب كلاس تعمل implement the custom account validation ما علي إلا أعمل implement the i user validator interface subclass اللي موجود في user validator class بعمل deleting لليوزر بعمل calling لليوزر manager delete async بدي اعمل editing للcurrent user data بعمل calling لليوزر manager update async method. اذا العمليات اللي احنا بين ايدينا تغطي جميع متطلبات الimplementation الخاص بالsecurity والمانجمنت إلها بشكل عام من إضافة من حذف من تعديل من policies من creation من change passwords كلها بيتم من خلال السوليوشن اللي هنغطيه خلال المادة الحالية خلال الشابتر الحالي. نبدأ في العملية implementation. احنا أخذنا شوية مفاهيم أن نبدأ في عملية implementation في داخل البروجكت اللي بيدينا اللي اسمه users.cs project. بنبدأ في التالي كتبنا في الفايل نعمل editing للفايل users.cs project بنضيف اللاين اللي احنا شايفينه اللي هي bolded line زي ما احنا شايفينه على الشاشة اللي هي .NET CLI tools reference include Microsoft Entity Framework .tools .NET اللي هي الفيرجن المناسبة إلنا وهي version 2. هذا هو التغيير أو هذا هو الشيء اللي أنا بدي أعدله فقط. بعد هيك بدي ابدا في الكونتكست ستارت اب كلاس ببدا في عمليه التعديلات التاليه اضافه الكود اللي احنا شايفينه void configuration services i service connection services اضفنا لي اللي add mvc هذه الخاصه باضافه الام في سي كسيرفيسز بعدين اضفنا التالي i application builder app بدي دول يوز status code pages use developer exception pages use static file use mvc with default route. بعدين احنا طبعا احنا عشان نحكي عن الكلاسز اللي بايدينا احنا تقريبا بنعمل تعديل شامل لكل مكونات اللي هي البروجكت من كلاسز من كنترولرز. اذا هناك تغيير شامل على كل البروجكت عشان اتمم عمليات ايش اللي هي implementation identity. هاي بدأنا في الكلاس startup class بدأنا التعديلات اللازمة بعدين نعمل creating controller وview controller خاص بالمانجمنت خاص بالاكاونت والview اللي
عشان كذلك اعمل مانجمنت للاكونتس. حنبدا في الكنترولر ونعمل ديسكرايب يوزر اكونت والداتا الخاصه به and the index action method pass to a directory of value default value من خلال view method. هنبدا بالهوم كنترولر، نبدا التالي رحنا ضفنا على الهوم كنترولر على الاندكس اضفنا اللي هي بليس هولدر مباشره، قلنا view new directory string object هنضيف له اللي بين ايدينا بليس هولدر. ننتقل بعدها الى اللي هي الاندكس ونضيف لها التالي اللي هي الدايركتيف. احنا نفس الشيء قلنا في عندنا دايركتري وسترينج اوبجكت اللي هو انستانس من الاوبجكت اللي شفناه قبل شويه، وبعدين هذه عباره عن هيدنج ظهرنا فقط يوزر ديتيل في داخل تيبل. قلنا التالي بدنا نعمل فور لوب عشان نعرض الكي والفاليو الخاص في الموديل عشان نعرض الشكل التالي اللي بين ايدينا شو هو مكونات اليوزرز. طبعا لما نبدا في التطبيق وندخل بيانات هيظهر عندي اليوزر ديتيل في المنطقه اللي بين ايدينا. اذا عملنا تيبل وعملنا فور لوب، فور لوب عندي var kvp في الموديل اظهرنا الكي واظهرنا الفاليو الخاصه بالموديل. هاي النتيجة النهائية هتكون عندي heading لليوزر detail و table. طبعا الآن فاضي لأنه لا يحتوي على داتا، لكن عندي عمل creation users هنبدأ نشوف عندنا قيمة الداتا منهم اليوزرز اللي في داخل السيستم. عشان أعمل setting للcore identity اللي هنلاحظ إنها بتعمل touch لكل setting في داخل الابلكيشن، تطلبني مني creating the new classes configuration تصير عمل changing الكنترولر كذلك والاكشن support authentication and authorization operation. اذا احنا بنروح نعمل modification لمعظم اجزاء الابلكيشن. هنبدأ في التالي، نبدأ في creation the user class our requirement اللي بين ايدينا، والكلاس هذا واللي بيقوم بعمل representation لليوزر في الابلكيشن واللي هنسميه user class. user class عبارة عن derived من identity user اللي موجود في داخل namespace microsoft asp.core-identity واليوزر identity provide basic user representation واللي هنشوفه بالتفصيل خلال الكود التالي. هنحتاج نتعرف شو هو هذا اليوزر identity، يحتوي على الID، يحتوي على اليوزر نيم، يحتوي على الكليمز، يحتوي على الايميل، لوجن، باسورد هاش، والرولز، فون نمبر، وسكيورتي ستامب. الاي دي عبارة عن بروبرتي نسميها كي بروبرتي، عبارة عن يونيك لكل يوزر، البرايمري كي. اللي هي خلينا ناخذ تعليق خارجي عشان ما نأثر على السلايد. هذه عبارة عن البرايمري كي نيم معروف عبارة عن بروبابيلتي خاص باليوزر نيم، والكليمز بروبرتي
تعمل ريتير ا كولكشن اوف كليمز فور ذا يوزر والايميل بروبرتي مستخدمها لتخزين الايميل اللوجنز بروبرتي ريتير ذا كولكشن لوجن فور يوزر واللي حنستخدمها في ثيرد بارتي اوثنتيكيشن باسورد هاش عبارة عن returns hashed from user password ما بدين user بدين hash password والرولز هتعمل return property تحتوي على collection of roles الممنوحة لليوزر ولليوزر بينتمي إلها فون نمبر عبارة عن بروبرتي مستخدمة في الفون تخزن لليوزر فون نمبر وكثير من الأنظمة في الوقت الحالي تعتمد على الفون نمبر في عمليات اثنتيكيشن يعني متجاوز كل المراحل السابقة يكون عندي فقط اي دي وباقي بروبرتي واستعيدها فقط بستخدم الفون نمبر في عمليات اثنتيكيشن لسهولة الاستخدام ولسهولة عمليات التذكر للفون نمبر بدل من اليوزر نيم أو الإيميل أو الباسورد. Security stamp عبارة عن property return value that change when the identity altered such as password change. نبدأ الآن عشان نعمل creation لليوزر كلاس أنا بدي أطلب التالي بدي أقوم create للموديل فولدر نسميه app user models class نكتب فيه التالي في الوقت الحالي بشكل مبسط أول شيء بدي أبدأ بجملة using microsoft ASP netcore identity نسن زي ما اتفقنا عليه وبعدين عندي الاسم الكلاس عبارة عن user هذه طبعا مهمة جدا اللي هي يكون عندي instance من identity user وبعدين هذه بضيف required code في الفيو imports بحاجة الى الجمل التالية أضيف using users model والجملة التالية طبعا جملة معرفة سابقا بعدك بنتقل إلى عملية creation الداتا context class عبارة عن instance من i identity context db context وبعدين هي عندي هذا طبعا default parameters default configuration خاصة بالcontext class ولكن انا ببدأ في using statement خاصة ل sv net core identity entity framework core وكذلك زي ما حكينا في بداية المادة احنا بنستخدم entity framework عشان اعمل implementation اعمل ربط ما بين الـ database وما بين الـ identity اذا انا بحاجة لاستخدام الـ entity framework بهيك بكون أخذنا الجزء الأول من شابتر الخاص بالـ Getting Started للـ Identity أخذ مراجعة سريعة
الأشياء اللي تعرفنا عليها خلال الوحدة الحالية. حنحكي على الايدنتيتي، شو هي شو دورها. عبارة عن API من مايكروسوفت، وظيفتها تتم المانجمنت لليوزر. ASP.NET Application، وإحنا في الشاب في المادة اللي بين إيدينا بنستخدم للكور تكنولوجي، لذلك هنشوف ما يلزم لتطبيق الـ Identity Core Technology باستخدام اللي هي مايكروسوفت ASP.NET Core Identity. أكدنا على المتطلب الخاص بتطبيقها في المثال بين إيدينا، أن يكون عندي installed مايكروسوفت. اللي هي Express Edition. ناخذ بس شرح بسيط جدا. ناخذ توتوريال بسيط شو هذا الايدنتيتي. الشروحات الموجودة على اليوتيوب طويلة، بلاقي شيء أبسط شوية. ما في داعي ناخذ توتوريال لانه شايف على النت توتوريالز طويله، ما في عندي شيء مختصر للايدنتيتي الخاصه بنا. اخذنا تعريف عنها اللي هي عباره عن API for managing user restoring data repository، مثال على تخزين البيانات او الريبوزيتوري اللي هي عبارة عن مايكروسوفت اسكول سيرفر داتابيز. واحنا لذلك نستخدم كوسيلة سهلة انتيتي فريم ورك كور. طبعا هناك تطبيقات اخرى للايدنتيتي بدون استخدام انتيتي فريم ورك، انما للتسهيل استخدمنا الانتيتي فريم ورك، واللي بطريقتها هتساعدني الهاندلينج والمانجمنت الفانكشناليتي ما بين الايدنتيتي مع الداتابيز بطريقه سهله. بناخذ عليها مثال بسيط، يبقى عباره الايدنتيتي شو وظيفتها في هذا المثال. هتساعدني في عمليات الربط Entity Framework، تكون انت تتوسط لل Identity و Database.
اللي هي احنا اخذناها SQL Server Database، اللي هي يبقى هذا الـ Identity عبارة عن middleware ما بين Identity وما بين SQL Server Database. نلتقي إن شاء الله المحاضرة القادمة، يعطيكم العافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.